حاكم ولاية نانكا، رواية الأديب الصيني لي كونغ تسو، إعداد درامي إبراهيم بعلوشة، حاكم ولاية نانكا، إخراج أمير الدسوقي. أبي، أمي، لقد جئت لكما بخبر سيسعدكما. أسمعنا الخبر يا تشون. وأسعد قلبينا. لقد تم اختياري لأكون معاون قائد لجيش هواي تان بسبب شجاعتي وإقدامي. الشجاع يستحق كل التقدير يا تشون. اختيارك لهذا المنصب يعني أنك ستخوض معارك كثيرة ضد الأعداء، وخلال أيام ستكون أول المعارك. أتعرف ما الذي يقلقني بشأنك يا تشون؟ ماذا يا أبي؟ ولعك بالشرب الذي يسكرك ويؤثر على اتزانك. بل ويفقدك التفكير السوي يا تشون. ليتك تقلع عن هذه العادة السيئة. فلا يصح أن تكون بطلا شجاعا ومحاربا قويا وتجلب لنفسك بنفسك التعب والمشقة، كما أنني غير مستريح لأصدقائك الذين يشاركونك اللهو والمرح. هم اثنان يا أبي، مقاتلان مثلي، وعندما نعود من القتال نكون بحاجة لبعض الترويح عن أنفسنا. الترويح عن النفس لا يكون بشرب ما يذهب العقل. الطرق السوية كثيرة، ولو علم قادة الجيش بهذا السلوك منكم قد يحدث ما لا تحبون. هل تقصدين يا أمي قد نفصل من الجيش؟ بالضبط، هذا ما أقصده. مركزك الجديد كمساعد للقائد يوجب عليك التوقف عن الشرب. سأحاول ذلك، سأحاول. هذا أمر يؤسف له يا تشون. لم تكن تفرح وتسعد بمنصبك الجديد حتى يتم فصلنا من الجيش وإبعادنا نحن الثلاثة. أبي وأمي كانا يخشيان ذلك، والآن لا أدري ماذا أقول لهما بعد هذا الذي حدث. أبشرهم بترقيتي منذ أيام قليلة، واليوم أقول لهما تم فصلي وإبعادي عن الجيش. نحن المخطئون، فما كان يجب أن نستسلم للشرب إلى هذه الدرجة. وماذا نفعل الآن وقد غادرنا معسكر الجيش مطرودين؟ أرى أن نركب خيولنا وننطلق لنحتفل بما تم لنا. نحتفل بطردنا من الجيش يا تشون؟ لننسى ما حدث لنا. هيا هيا يا صديقي، فخيولنا تنتظر. أحس أنني في غاية السعادة. أرى أن نكتفي بما شربنا وأن نغادر هذا المكان. لما؟ إنه مكان جميل يا صديقي، أنسانا ما نحس به من ضيق وألم. يمكن أن نتجول قليلا في الخارج قبل أن نعود إلى بيوتنا. الوقت مناسب الآن قبل أن يرحل النهار. كما تريان، وسأخذ معي بقية هذه الزجاجة فلا يصح تركها. تماسك تماسك يا تشون، هيا بنا. كم هو جميل الجلوس هنا تحت شجرة العنبر. كفى يا تشون كفى، لقد شربت كثيرا اليوم ولم تعد على ما يرام. أحتاج لكأس أخرى من الشراب. لا، بل يكفي ما شربت. ونراك لم تعد قادرا على الوقوف. سنحملك إلى كوخك لأنك لن تستطيع ركوب حصانك، فيقدر بك الآن أن تنام في فراشك لتستريح وتعود إلى وعيك. اتركاني هنا بعض الوقت حتى أستريح. لا بأس، سنقوم نحن بتقديم العلف لعصامينا وغسل أقدامنا في ذلك النهر.
ولن نغادر قبل أن تشعر بالتحسن ونطمئن عليك. سأنام هنا، هنا في تجويف شجرة العنبر. تنام هنا؟ لبعض الوقت أحس بالنعاس الشديد. تنام على العشب في تجويف شجرة العنبر وكوخك قريب منا؟ هذا خطأ، بل أكبر خطأ. هيا هيا معنا. أفق يا تشون. لا فائدة لا فائدة، لقد نام بل استغرق في النوم. هيا بنا نحن لنعلف حصانينا ونغسل أقدامنا، وعندما ننتهي نعود وننقذه ليذهب إلى كوخه ويكمل نومه. الشمس بدأت تميل للغروب. هيا بنا يا صديقي، هيا بنا. هيا. ولدنا تشون تأخر كثيرا في معسكر الجيش اليوم، فها هو النهار قد بدأ ينصرم. إنها ظروف عمله في الجيش، ربما كلفوه بمهمة فتأخر من أجلها. أخشى أن يكون قد غادر المعسكر وذهب ليتناول الخمر كعادته. إنه ولدنا الوحيد، ولا أحب أن أحرمه من متع الحياة. وهل ترى كثرة اللف والدوران بعد انتهاء عمله من متع الحياة؟ إنه يعذب نفسه بما يفعل. وما الذي أستطيعه؟ كن حازما معه حتى يرتدع ويعرف الصواب من الخطأ. وعليه أن يحرص على عمله حتى يوفر لنا الحياة الكريمة التي اعتدنا عليها. عندما يعود سيكون لي حديث آخر معه، وسوف ترين. والآن يا تيان، وبعد أن قدمنا العلف للحصانين، هيا بنا إلى النهر لنغسل أقدامنا ونستريح لبعض الوقت ونتأمل الشمس وهي تميل للغروب. أشعتها عندما تنكسر على أغصان الشجر تعطي منظرا فائق الروعة. ولهذا أسعد دائما بقضاء بعض الوقت قرب النهر عند الغروب. وها هو صديقنا تشون نائم تحت شجرة العنبر. ما رأيك الآن يا تيان؟ مكان في غاية الروعة والجمال. نهر يجري وطيور تصدح بالغناء وشمس تميل إلى الغروب وأشعتها تنساب رقيقة من بين أغصان وأوراق الأشجار المحيطة بالنهر. إنه مشهد يفجر المشاعر المدفونة في أعماق النفس. أحس كأنك تريد أن تقول شعرا يا صديقي. وماذا يكون الشعر سوى مشاعر تتدفق؟ وصديقنا تشون بدلا من أن يمتع نفسه بوقت طيب معنا، جعل كل همه في الشرب الذي أذهب عقله. لا يريد أن يكتفي بالقليل كما نفعل نحن. أتعرف يا صديقي؟ إنني أفكر في الإقلاع عن الشرب نهائيا، إنها عادة ضارة، والعاقل من يفكر فيما يفيده وفيما يضره فيبتعد عن مصدر الضرر. وحتى القليل الذي نتناوله أضرنا وأبعدنا عن الجيش. إذن نتفق على ذلك الآن، لا شرب بعد اليوم. وأنا معك، لا شرب بعد اليوم، إنه قرار لا رجعة فيه. ولكن كيف سيكون الأمر مع صديقنا تشون؟ نحاول معه الآن، ويكفيه ما نامه في تجويف شجرة العنبر. أظننا سنفشل، فأنت تعرفه. المحاولة تعني النجاح أو الفشل. بعد أن نستريح هنا لبعض الوقت نعود إلى صديقنا ونخبره بما عقدنا العزم عليه، وأظننا قادرين على إقناعه. آمل هذا يا صديقي. انظر إلى تلك الزهرة المتفتحة، يخيل لي أنها تنظر إليه. دعها مكانها حتى لا تفقدها بهجتها ورونقها، ودعنا نتأمل هذا الجمال الرائع من حولنا. إنها الحياة الحقة يا صديقي. من أنتما وماذا تريدان؟ جلالة ملك مملكة العنبر الكبرى، قد أرسلنا نحن التابعين المتواضعين لندعوك إلى مملكته. أنا
الملك يطلبني أنا؟ أجل يا سيدي، هيا انهض من سريرك وارتدي ثيابك واتبعنا، نحن ننتظرك عند البوابة حيث تنتظرنا العربة الملكية الخضراء الصغيرة لتحملنا إلى هناك. هيا أسرع. أنا لا أصدق ما أراه، كل هؤلاء الحرس يقفون في استقبالي. وعندما تدخل القصر ستجد المزيد من الحرس والمستقبلين، وعلى رأسكم مملكة العنبر. كل شيء حولي أراه جميلا. ها نحن نقترب من بوابة القصر. على الرغم من أن بلادنا بعيدة جدا عن بلادكم يا أمير تشون، إلا أن ملكنا دعاكم إلى هنا لأنه يأمل في التحالف معكم عن طريق الزواج. قرر أن يزوجك ابنته. كيف يمكن لشخص متواضع مثلي أن يطمع في هذه المنزلة الرفيعة؟ أنا أتزوج ابنة الملك؟ اتبعني إلى البلاط لتقابل الملك. هيا، لماذا تنظر إلي صامتا ومترددا؟ لست مترددا، ولكني مندهش. ما ستعرفه عند الملك سيزيل اندهاشك. هيا معي. ما فعلناه يا أمير تشون هو استجابة لرغبة والدك. والدي؟ ولكن والدي كما أعلم مات منذ زمن طويل. والدك لم يمت، وقد طلب مني أن أزوجك ابنتي الثانية الأميرة جين تشي. والدي لم يمت وأنا أتزوج الأميرة؟ يمكنك الآن أن تعود إلى تشون وتستعد للاحتفال. هيا يا أمير. أعرف أن والدي كان جنرالا ويعمل في منطقة حدود المملكة، ربما لم يمت كما سبق أن علمنا، وما زال يعيش هناك في المنطقة الحدودية وعلى اتصال بملك مملكة العنبر. بالتأكيد هذا هو كل ما في الأمر. أراك تجلس مفكرا يا أمير تشون. من أرى؟ نحن أجمل فتيات القصر، جئنا إليك لتسليتك. أنا فعلا في حاجة للتسلية الآن. هل تحب اللعب أم تحب سماع الحكايات؟ أحب سماع الحكايات، وخاصة حكايات الحب والمغامرات. ما دمت قد ذكرت الحب، قل لنا رأيك في الحب. أي حب تقصدين؟ وهل الحب أنواع؟ بالطبع الحب أنواعه كثيرة، حب الآخرين وحب العمل وحب الذات. نسيت حبا مهما وذكرت حبا مذموما. أي حبين تقصدين؟ نسيت حب الوطن وذكرت حب الذات. معك حق، أسمعيني قصة حب. سأحكي لك حكاية عن عاشقين. لا شك في أنها حكاية شيقة، أنا أسمعك فاحكيها لي. إنهما فتى وفتاة أحبا بعضهما بشكل كبير، وكل منهما تمسك بالآخر، ولكن واجهتهما مشكلة كادت أن تقضي على ذلك الحب. كانا يعيشان في بيتين متجاورين، وكل بيت من البيتين في قطعة أرض منفصلة عن الأخرى. هما جيران إذن، والجيرة تقرب المسافات، ولكنها قد توجد الخلافات، وهذا ما حدث. كيف؟ الوالدان كل منهما كان يطمع في أرض جاره ويظن
أنها كانت في الأصل جزءا من أرضه، ومن هنا نشأ الخلاف. مثل هذه المشكلة حلها بسيط جدا. عندما يتزوج الشاب والفتاة تصبح الأرض كلها قطعة واحدة وتكون ملكا لهما. هذا ما لم يكن يعرفه الأبوان، ولهذا دار الصراع بينهما، إنه صراع الأطماع. أنا في حاجة لسماع مثل هذه الحكايات. وفي حاجة لأن تستعد للعرس. أم نسيت أن عرسك سيتم هذا المساء؟ كدت أنسى. من المؤكد إذن أنك نسيت ما كان بيننا. أشياء كثيرة تغيب عن ذهني، ذكريني. في عيد التطهر الربيعي ذهبت مع السيدة لينينجتشي إلى الدير لأشاهد يويان وهي تؤدي الرقصة البرهمية في الساحة الهندية رباعية الزوايا. وكنت جالسة مع الفتيات على المقعد الحجري في الناحية الشمالية عندما وصلت أنت وفرسانك الشباب وترجلتم عن أحصنتكم لتشاهدوا الرقصة، وقد بادرتنا يومها بالكلام ومازحتنا، ألا تتذكر ذلك؟ الإنسان أحيانا ينسى بعض الأشياء المهمة في حياته. وماذا أيضا؟ في اليوم 16 من الشهر السابع ذهبت مع صديقتي شانغ تشين إلى الدير لنستمع إلى الراهب تشيشي وان يتحدث حول حكمة إلهة الرحمة، وأنت كنت هناك أيضا. وسألتني عن اسمي وأين أقيم، ولكني لم أخبرك، ألا تتذكر؟ أتذكر. إن هذا منقوش في أعماق قلبي، فكيف يمكنني أن أنساه؟ من كان يتخيل أنك ستصبح قريبنا وتتزوج أميرتنا بأمر من الملك؟ جئنا لنكون أشابينك. ألست تيان سيهوا من فينجي؟ بلى، أنا من هناك. وكيف جئت إلى هذا المكان؟ خلال رحلاتي التقيت بالسيد رئيس الوزراء فأصبح نصيري. أنا سعيد برؤيتك هنا. لم يخطر في ذهني مطلقا أن أحضر اليوم حفلة مهيبة كهذه لك. يجب أن لا تنسى أصدقائك القدامى. لن أنسى يا صديقي، لن أنسى. لم أكن أتصور أن يتم زواجنا بهذه السرعة يا أميرة جينشي. هل أنت سعيد بزواجك بي يا أمير تشون؟ بالطبع، سعادتي لا حد لها يا أميرة. وأنا سعيدة بك أكثر يا أمير. في يوم زفافي قال لي جلالة الملك إنكم استدعيتموني استجابة لرغبة والدي. هذا صحيح، ولكني أعلم أن والدي كان يخدم في منطقة الحدود منذ 20 عاما تقريبا، وبعد أن مني بهزيمة قبل 17 عاما أصبح مفقودا كما أشيع. هذا ما أعلمه. قلت يومها لوالدك الملك: ما دمتم يا جلالة الملك تعرفون مكان والدي وأين هو الآن، فإنني أرغب في زيارته. إن والدك لا يزال يخدم على الحدود الشمالية ونحن على اتصال دائم. من الأفضل لك أن تكتفي بالكتابة إليه، ولا حاجة بك أبدا إلى الذهاب إلى هناك. ويومها أمر والدك بإرسال الهدايا إلى أبي، ووصلت رسالة من أبيك بخط يده يعبر فيها عن شوقه إليك، كما سأل عن أخبار موطنك. مسافة شاسعة تفصلنا عن بعضنا. قل لي يا أمير تشون، ألم تكن ترغب في الحصول على منصب كبير؟ تعودت حياة خالية من الهموم، فأنا لا أفهم العمل الرسمي. ولكن عليك أن تحصل على منصب وأنا سأساعدك. اسمع يا تشون، اسمع، الأمور كلها في ولاية نانكا ليست أبدا على ما يرام.
الحاكم هناك قد تم طرده. أنا أود منك أن أستعين بمواهبك لإصلاح الأمور هناك، وبوسعك أن تذهب إلى هناك مع ابنتي لتكون حاكما للولاية. ماذا؟ أنا أكون حاكم ولاية نانكا؟ وستدير شؤونها بشكل جيد. سيدي الملك، أنا سليل أسرة عسكرية، لم أدرس مطلقا فن إدارة الحكومة. بل ستجيد ذلك، أنا متأكد. أخشى ألا أتعرض للخزي فحسب، بل أشوه سمعة البلاط. لا تقل هذا الكلام يا تشون، أنا أثق بك، أثق بك وبقدرتك على إدارة الأمور كأحسن ما يكون، فثق بنفسك. ما دمت مصرا على طلبك يا مولاي فلي رجاء. أنا أسمعك. أرى أن يكون بجانبي من له دراية في مثل هذه الأمور. لك ذلك يا تشون، لك ذلك. سأدعك الآن لتفكر ثم قرر. ما الذي يشغلك يا تشون يا زوجي العزيز؟ أفكر في من يصلح أن يكون بجانبي عندما أصبح حاكما لولاية نانكا. الذين يصلحون كثيرون، وأنت تعرفهم جيدا، وليس عسيرا عليك أن تختار منهم من يرق لك. دليني، أرشديني يا زوجتي الغالية، قولي لي من هو الأصلح ممن أعرف. تريد رأيي وأنت صاحب الرأي الذي يحتاج للمشورة يلجأ إليك، وأنا امرأة ضعيفة لا حول لي ولا قوة، وبالكاد أفهم ما أقوم به من عمل. حتى واجبات الزوجة تجاه زوجها أجهل الكثير منها. لماذا تقللين من شأنك وأنا أعرفك حق المعرفة؟ أعرف درايتك وحكمتك، وأعرف أنك خير من تشيرين بالرأي الصائب. كل هذا تعرفه عني وأنت لم ترني إلا منذ فترة قصيرة. أعرفك قبل أن آتي إلى بلدكم. كفى يا تشون، كفى، لا تزدني حيرة في أمرك. أنا أحيرك يا حبيبتي؟ لا، كل ما أريده هو أن تعرف الحقيقة. الحقيقة هي أننا الآن زوجان سعيدان، وما قدر لنا يكون. والآن أخبريني، أشيري علي بمن يصلح لأن يكون مساعدي فيما أنا مقدم عليه. فالمسألة ليست هينة، إنها مسؤولية كبيرة علي أن أتحملها، مسؤولية ولاية أنا غريب عنها وأجهل كل أمورها. ما تجهله ستعرفه، الأيام ستظهر لك كل شيء. أما من أنت في حاجة إليه فسأقول لك رأيي. هذا ما أنتظره منك، فلما المراوغة كل هذا الوقت؟ أنا أراوغ؟ إنها مداعبة، مداعبة المحبين يا تشون. هل أفهم من هذا أنك تحبينني؟ تشون، لو لم أكن أحبك لما قبلت بك زوجا لي. والآن أخبريني، قولي لي من الذي يصلح لأن يتحمل المسؤولية معي. هيا هيا تحدثي يا جين. سأتحدث. قل لي يا تشون، إلى ماذا توصلت؟ بحثت طويلا عن رجال ذوي حكمة وموهبة لمساعدتي، وقد لاحظت أن قائد العاصمة تشوبيان ضابط شريف ومخلص ويتمسك بالقانون، مثله يصلح أن يكون وزيرا نافعا. ثم هناك السيد تيان تسي هوا، إنه حصيف شديد الدهاء واسع الخبرة في القوانين الحكومية، وأعرف هذين الرجلين منذ 10 سنوات، وأعرف مواهبهما جيدا وأعتبرهما موضع ثقة. لا بأس يا تشون، لا بأس، لك أن تختار لكل منهما الوظيفة التي تناسبه. أرى أن يعين تشو رئيسا للمستشارين، وأن يعين تيان
وزيرا للمالية، وعندها ستدار شؤون الولاية إدارة جيدة وتطبق القوانين خير تطبيق. وافق على تعيين الرجلين، وتستطيع الرحيل إلى مملكتك الجديدة صباح الغد. اسمعي يا أميرة. نعم يا أمي. زوجك رجل مندفع بالعنف، مولع بالشرب، وما زال شابا، وعلى الزوجة أن تكون كريمة الأخلاق مطيعة، وإني واثقة بأنك ستقفين بجانبه وتعتنين به عناية جيدة. سأحاول ذلك يا أمي. وعلى الرغم من أنك لن تكوني شديدة البعد عنا، إلا أنك لن تعودي قادرة على أن تحيينا صباح مساء، وإنه لمن الصعب علي ألا أذرف الدموع الآن، أذرفها على ارتحالك. كفى يا أمي، كفى، لا أريدك أن تودعيني بالدموع. إنه إحساس الأم عندما تفارق ابنتها، وهذا زوجك تشون واقف يرانا ويسمعنا. لن أكون بعيدة عنك يا أمي، وسأعمل على زيارتك باستمرار، أليس كذلك يا تشون؟ أعرف أن الفراق صعب، ولكننا لن نتأخر عن زيارتك يا أمي. أسمعت يا أمي؟ أسمعت؟ نعم. لن نكون بعيدين عنك، فاطمئني. هيا هيا الآن يا أحبائي، ابدأ رحلتكما إلى مملكة نانكا، وأتمنى لكم السعادة. ما بك يا تشون؟ لم هذا القلق الذي ينتابك؟ هل حدث ما أزعجك إلى هذا الحد؟ أجل يا جين، حدث ما لم أكن أتوقعه. ما الذي حدث؟ لا تزد حيرتي وأخبرني. إنها مملكة الصندل. مملكة الصندل؟ ما بها؟ تحركت جيوشها لمهاجمة ولايتنا. لما؟ إنها عداوات قديمة، ويبدو أنها تفجرت هذه الأيام. وماذا تنتظر؟ أصدر أوامرك للجيش كي يستعد للدفاع عن نانكا. سأعين تشو قائدا لثلاثين ألف جندي لمقاومة الغزاة والتصدي لهم عند مدينة ياوتاي. فليتم ذلك في الحال يا تشون، في الحال. ماذا بك؟ ما الأمر أيها الجندي؟ تكلم. جيش انهزم يا سيد الحاكم. ماذا؟ القائد تشو هزم؟ وفر جيشنا تاركا أسلحته. كيف حدث ذلك؟ كيف؟ إنها المفاجأة يا سيدي، فاجأونا عند مدينة ياوتاي فور وصولنا، وقبل أن نستعد كما يجب، والقائد تشو استهان بالعدو وتصور أننا قادرون على تحقيق النصر بكل سهولة. ما كان يجب الاستهانة بالعدو مهما كان هذا العدو؟ هذا ما نعرفه يا سيدي، ولكن القائد تشو لن يهتم بالأمر، فكانت الهزيمة. الويل للقائد تشو مني، سيلقى أشد العقاب. كيف يستهين بعدوه وهو يدرك قوته وأنه في معركة مصيرية؟ لقد اكتفى الأعداء بجمع الأسلاب والغنائم التي تركناها بعد الهزيمة وعادوا إلى بلادهم، ولكنهم سيعودون كما سمعت من بعضهم. المرة القادمة سأقود الجيش بنفسي، ولن أنتظر عودتهم لمهاجمتنا، بل سأهاجمهم أنا. أما القائد تشو فسأعرف كيف أنتقم منه، وانتقامي لن يكون حينا. ماذا تقول يا تشون؟ هذا ما حدث، القائد تشو هزم في المعركة، خسرها نتيجة لغطرسته واستهانته بالعدو. لقد تهور وأهمل، فكانت الهزيمة من نصيبه. وماذا فعلت معه؟ أمرت بإلقاء القبض عليه ووضعه في السجن، سيلقى مني أشد العقاب ولن يخرج من السجن حيا. أمثاله يستحقون كل ما يحل بهم. خسرنا كثيرا في المعركة يا جين، من جهة الأفراد ومن جهة العتاد. ما دامت هناك حياة
فهناك أمل. سأعرف كيف أنتقم من الأعداء وأحيل هزيمتنا إلى انتصار كبير. هذه المرة أنا الذي سأتولى قيادة الجيش، وأنا الذي سأبدأ بالهجوم. هل إلى هذا الحد بلغت قوة الأعداء حتى يهزموا جيشنا في أول معركة؟ وهل كان جيشنا ضعيفا أم أنه سوء القيادة؟ لقد خدعت بتشو وسلمته قيادة الجيش، ولم يدر بذهني مطلقا أنه سيهزم في معركة ياو تاي. لكن اتخذت قراري، سأعيد تنظيم الجيش في أسرع وقت لأبدأ الهجوم، ومن هزم في معركة فذلك لا يعني الهزيمة في الحرب. ما قررته هو عين الصواب يا تشون. أنت شاب قوي وحكيم، ورثت القوة والحكمة عن والدك وجدك، ومثلك يقدر على المواجهة ويعرف كيف يتصرف. من أنت؟ وكيف دخلت إلى هنا؟ لا تخف، أنا أعرف كيف أخترق الجدران وأصل إلى أي مكان. سألت من أنت؟ وماذا تريد؟ لا ضرورة لمعرفة من أنا، ولكن لك الحق في أن تعرف ماذا أريد. فما أريده هو أن تسمع مني ما أقول. ولكن أبي لم يكن حكيما أو قويا كما زعمت. أبي كان مجرد مزارع بسيط يكد ويتعب من أجل توفير لقمة العيش لنا. وجدي لم يكن قويا أو حكيما، فقد سمعت أنه كان يعاني المرض قبل أن يموت. فمن أين جئت بما قلت؟ ما تعرفه أنت عن أبيك وجدك غير حقيقي. الحقيقة هي ما أقوله أنا، فلا تجادلني فيما أعرف وأنت تجهل. الدور الآن عليك لتثبت قوتك وجدارتك بحكم ولاية نانكا. هيا دع العقاد الآن وابدأ، فالوقت ليس في صالحك، والعدو لن ينتظر طويلا، فقد يباغتك بالهجوم قبل أن تستعد. هل سمعت؟ هل فهمت؟ هل فهمت؟ أنت، أنت يا صاحب الصوت، أين ذهبت؟ لم تكمل لي ما تريد قوله. أنا أسمعك، زدني مما تقول، زدني. تشون، تشون، ما بك؟ تركتني وجلست هنا لتحدث نفسك. كان هنا. ماذا؟ من الذي كان هنا؟ كان هنا الصوت الذي أجهل صاحبه. شون، أنت تتخيل ذلك؟ لا لا لا، تفكيرك في المعركة التي تنتظرك عندما تواجه الأعداء هو الذي صور لك أشياء لم تحدث. هل هذا كله تخيل؟ أوهام؟ شون، شون، هيا الآن، هيا قم معي لتنام في فراشك، فالليل في منتصفه لم يزل. وتذكر، تذكر أن لديك أعمالا كثيرة في الغد. سبقيني أنت وسأتبعك. تشون، قلت لك قم معي، لا تجادل حتى لا أغضب منك، وإذا غضبت فلن يحدث لك خير. هيا يا حبيبي، هيا، قلت لك هيا. كان انتصارا كبيرا الذي حققته بجيشك على الأعداء. هزمتهم هزيمة منكرة يا تشون،
وهذا بفضل جرأتك وشجاعتك وتحديك الصعب. كما فاجأونا وهزمونا من قبل فاجأناهم وهزمناهم. المفاجأة عامل مهم من عوامل الانتصار يا جان. ما بك يا حبيبتي؟ لست أدري ما الذي ألم بي. تعب مفاجئ أحسه في صدري. هنا يا جون. جين ستكونين بخير يا حبيبتي، ستكونين بخير. سأرسل للطبيب ليحضر في الحال. جون جون، إذا مت أريد أن يحمل نعشي إلى العاصمة. جين، ليكون قريبة من أبي وأمي. إنها نهايتي تقترب يا جون، نهايتي تقترب. لا لا تقولي هذا يا حبيبتي، ستكونين بخير. لحظات ويصل الطبيب. ما كنت أريد أن تسمع مني هذا الخبر يا جون، ولكن لا مفر. ماتت؟ نعم، إنه أكلها. الذي لا نستطيعه شيئا حياله. ما كنت أريدك أن تفارقيني يا حبيبتي، كنت أريدك بجانبي حتى آخر يوم من أيام عمري. كيف سأعيش بعدك؟ كيف؟ اهدأ اهدأ يا سيدي، تحلى بالصبر، فالصعاب مهما كانت لا توقف مسيرة الحياة. واجه هذه المأساة بقلب قوي، الحياة يجب أن تستمر. علي الآن أن أنفذ وصيتها. هذا حق له. سأقوم بالإجراءات اللازمة لنقل الجثة إلى العاصمة. ولماذا لا يتم دفنها هنا في مملكة نانكا؟ إنها وصياتها أيها الطبيب أن يتم دفنها في المدينة قريبا من أمها وأبيها. سيدي الحاكم، ها قد جئت لمقابلتك بناء على طلبك. لقد اخترتك يا تيان لما أعلمه عنك من دراية وحكمة. في خدمتك يا سيدي الحاكم، ولكن لأي شيء اخترتني؟ لتكون حاكما لولاية نانكا مكاني. أنا أحل مكانك يا سيدي؟ هذا مستحيل، كيف أضع نفسي في مكان ليس لي؟ سيكون لك لفترة من الوقت، لا أظنها ستطول. إن كان الأمر بصفة مؤقتة فلا بأس، ولكن لما يا سيدي؟ لأنني سأكون بعيدا عن المملكة. حتى الآن أحس أنك تلغز في حديثك معي. سأرافق نعش زوجتي إلى العاصمة ليتم دفنها هناك. ولماذا لا يتم دفنها هنا في ولاية نانكا؟ إنه طلبها أن تدفن في العاصمة قريبا من أبويها، وطلب المتوفى لا بد من تنفيذه، إنه بمثابة وصية يجب احترامها. لا أستطيع أن أناقش في هذا الأمر. هل أنت مستعد لأن تتولى هذه المسؤولية؟ وسأكون عند حسن ظنك يا أمير تشون. أبلغ تعازي للملك، وقلبي معك. الجميع في انتظارك يا أمير. هل تم إعداد كل شيء؟ الموكب جاهز لأن يتحرك نحو العاصمة. وأطفالي؟ كلهم هناك وفي انتظارك. إذن علي أن أتحرك الآن. أحس الطريق وكأنها طالت عما كانت عليه.
وكأنه لا نهاية لها. لحظات ونصل يا أمير. أنت هنا أيتها الفتاة؟ لماذا تبعتني؟ أنا لم أتبعك يا سيدي، بل خرجت معك بناء على رغبتك. كيف لم أحس بك؟ إنه الشرود الذي ينتابك، تفكيرك فيما حدث لك. كل إنسان تحاصره أفكاره لا يدري بما يفعل، ور بأعمال جنونية. يكفيني ما يحدث لي، شيء لم أكن أتوقعه أبدا. الحياة مليئة بالعجائب والغرائب. متى تعتقدين أننا سنصل إلى العاصمة؟ لم يبق إلا القليل، فاطمئن يا أمير. لقد بقيت صهرا لي أكثر من 20 سنة يا تشون. أصبحت خلالها أبا لسبعة أطفال، 5 أولاد وبنتين، ومما يؤسف له أن ابنتي ماتت صغيرة، فلم تستطع أن تعيش معك إلى أن يتقدم بكم العمر، وهذا لعمري سوء حظ شديد. لقد تركت موطنك منذ زمن بعيد، فمن الأفضل أن تعود الآن لبعض الوقت وترى أقرباءك هناك. اترك أولادك 7 عندنا ولا تقلق عليهم، وبعد 3 سنوات سنعيدك. أوليس هذا موطني؟ أي موطن آخر سأعود إليه؟ إنك جئت من عالم الإنسان، وهذا ليس موطنك. عالم الإنسان؟ ما الذي يقصده الملك بقوله هذا؟ هيا هيا يا تشون، فلتستعد للسفر، وسأصحبك الرسول الذي أتى بك حتى باب بيتك. تشون، لماذا تبكي؟ لم أكن أريد مغادرتكم والابتعاد عنكم. كيف أغيب عن أطفالي 3 سنوات؟ دعني أبقى هنا يا مولاي الملك، لا أريد أن أبتعد عنكم. لا تناقش، لا تناقش، عليك أن تنفذ ما يطلب منك دون مناقشة، أتفهم؟ قلت لك ستعود إلى بلدك، فاستعد للسفر. أمرك يا مولاي، أمرك. لماذا تحدث الملك معي بهذه الطريقة؟ هل حزنه لوفاة ابنته هو الذي دفعه لأن يحدثني بشدة وغلظة؟ هل نسي أنني والد أحفاده؟ ولماذا يريدني أن أسافر تاركا أولادي عنده؟ أليس من الأفضل أن يكونوا بصحبتي؟ أمره غريب هذا الملك. سيدي تشون، سيدي. من؟ واضح أنك كنت نائما. الرسول الذي أتى بك والذي سيصحبك إلى بلدك ينتظرك بالخارج ومعه بعض الحرس. لماذا يريد الملك أن أعجل في سفري؟ أنا لم أكد أستريح من رحلتي إلى هنا. يرى أنك في حاجة لأن تعود إلى بلدك وأهلك. أحسست أنه يريدني أن أسافر بلا عودة. وبماذا تفيدك العودة بعد وفاة زوجتك؟ أطفالي، إنهم هنا. لا تشغل بالك بهم، فسيكونون على ما يرام. هيا هيا، فهم في انتظارك. لماذا لم نعد من نفس الطريق الذي سلكناه من قبل؟ كانت الأشجار والأزهار منتشرة في كل مكان، أما الآن فنحن نسير في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء. أصمت، لا تتحدث كثيرا، ابقى صامتا حتى نصل. لماذا تكلمني بهذه الطريقة؟ أنسيت من أنا؟ أنا حاكم ولاية نانكا وصهر الملك. كنت، أما الآن فأنت لا شيء، ألا تفهم؟ لا شيء. ولكن متى نصل؟ قريبا، ولا أريد أن أسمع منك أي أسئلة أخرى. أين الفتاة التي كانت تسير بجواري؟
وأين ذهب الحراس الذين كانوا يصحبوننا؟ لماذا بقيت أنا وأنت بمفردنا؟ قلت لك لا تسأل ولا تتكلم، ألا تفهم؟ أفهم. ها أنت الآن أمام بيتك وباب البيت مفتوح، هيا أخرج من العربة وأسرع بالدخول قبل أن يغلق باب البيت. كنت ممتطيا حصانا، فكيف أصبحت أجلس داخل عربة؟ إنها عربة الملوكية، ألا يرضيك هذا؟ يرضيني بالطبع. قلت لك أسرع بدخول البيت قبل أن يغلق الباب. ومن الذي يغلقه؟ العاصفة، العاصفة التي ستهب بعد لحظات. لا أحس بها. قلت لك أخرج 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 أخرج. اخرج يا تشون، اما زلت نائما في تجويف الشجره؟ تركناك نائما منذ اكثر من ساعه، هذا يكفي. اثق يا تشون اثق، ما كل هذا النوم؟ اين انا؟ من انتما؟ من نحن؟ انا سيد صديقيك يا تشون. قدمنا العلف لحصانينا وغسلنا اقدامنا واسترحنا قليلا بجوار النهر، والآن عدنا إليك لنراك نائما في تجويف شجرة العنبر كما تركناك. ما بك يا تشون؟ ما بك؟ لماذا تنظر إلينا بذهول وكأنك ترى شيئا عجيبا؟ هل تشعر بأي تعب؟ شجرة العنبر؟ أنا كنت في مملكة العنبر وتزوجت ابنة الملك وأنجبت منها 7 أبناء بعد أن أصبحت حاكما لولاية نانكا، وأنت كنت معي يا تيان. كنت معك؟ واضح أنه حلم طويل الذي حلمته. ماذا؟ حلم؟ كل هذا كان حلما؟ وإلا بماذا تفسر ما تقول؟ وها هي زجاجة الخمر التي كنت تشرب منها ما زالت في مكانها وبها قليل من الخمر. كل هذه الفترة التي عشتها كانت مجرد حلم؟ أتزوج وأصبح حاكما لولاية وأنجب 7 أطفال، كل هذا يكون حلما؟ ما أشبه الأحلام بالحقيقة. البداية كانت هنا يا تشون، أسفل هذه الشجرة، والنهاية هنا في نفس المكان، إنها شجرة العنبر العتيقة. أرى هنا طابورا من النمل، بل تلالا من النمل. هذا النمل الذي تراءى لك في المنام أشخاصا يتحركون حولك ويتعاملون معك. ربما. هيا الآن لتعود إلى بيتك، هل تجد في نفسك القدرة على العودة بمفردك؟ أراني الآن قادرا على العودة، وها هو حصاني ينتظرني. تشون، هناك أمر قررناه ويجب أن تعرفه. أنا أسمع. لن نشرب بعد الآن. ولما هذا القرار المفاجئ؟ ألا ترى ما الذي حدث لنا بسبب الشرب؟ أدركنا خطأنا بعد الذي حدث لنا وما رأيناه من حالتك، فقد غبت عن وعيك ونمت في جذع شجرة العنبر. وماذا نفعل الآن في وقت فراغنا وقد طردنا من الجيش؟ إذا استقمنا يمكن أن نعود إليه، وأشياء كثيرة صالحة يمكن فعلها. فكر فيما قررناه وستجدنا على حق. سأفكر، أما الآن فدعوني أرجع إلى البيت لأطمئنهم علي وأخبرهم بما آل إليه أمري. أسرع وفكر فيما قلناه لك. ما كل هذا الوقت الذي غبته يا تشون؟ هل نسيت أن لك بيتا وأهلا؟ أعتذر لتأخري يا أبي. ألم تكن في غنى عن الاعتذار لو لم تتأخر؟ غلبني النوم فنمت في جذع شجرة العنبر. ماذا؟ ما
نمت في جذع الشجرة كفأر من الفئران؟ كل هذا بسبب المشروب اللعين الذي تتعاطاه أنت وصديقك. اليوم يا أبي وبعد الذي حدث أدركنا خطأنا. اليوم فقط؟ وما الذي حدث وجعلكم تدركون خطأكم؟ طردنا من الجيش. طردت من الجيش يا تشون بعد أن نلت ترقية وأصبحت نائب قائد؟ طردت من الجيش بعد أن أسعدتنا تحطم قلبينا يا تشون؟ لم أكن أريد ذلك، وكذلك صديقاي. هل كان لابد من حدوث مصيبة كبيرة حتى تدرك خطأك؟ وتعلمت يا أبي، تعلمت من خطأي الذي تسبب في طردي من الجيش، ولن أعود لهذا الخطأ ثانية. وبدلا من العودة للبيت ذهبت لتشرب وتلهو وتنام في جذع شجرة، ورأيت حلما أشبه بالحقيقة، لأنني كنت غائبا عن وعيي، فقد وجدت نفسي في عالم آخر ومملكة أخرى. عن أي عالم وأي مملكة تف؟ إنها حكاية طويلة، كان حلما غريبا عشته. حلم؟ وما هو هذا الحلم؟ حلم العظمة والحكم والحياة العجيبة في عالم الأحلام. شهرتي بلغت السماوات، ونفوذي يمكن أن يطيح بمملكة، ولكن أبهتي وسطوتي ليست إلا تل نمل في نظر الإنسان العاقل، كنتم مع حاكم ولاية نانكا، جسد الشخصيات حسب سماع الأصوات جهاد أبو العنين، خالد الذهبي، نادية الشناوي، وائل شاهين، محمد الشرشابي، إبراهيم بعلوشة، أشرف الشرقاوي، عبد المنعم سعد، شادية حسني، أمل عبد الله، إنعام الجريتلي، فيصل محمد علي، هاني عبد الحي، عبد العاطي صالح. حاكم ولاية نانكا. التسجيل والمونتاج سيد زكريا. حاكم ولاية نانكا تأليف لي كونغ تسو. إعداد إبراهيم بعلوشة. إخراج أمير الدسوقي.